اهلا وسهلا فيكم، السلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن منطقة جديدة زرناها اسمها القرم او شبه جزيرة القرم. وراي في تمثال الامبراطورة يكاثرينا السكند او الثانية، وبدنا نعرف شو صلت هذه المرأة او هاي الامبراطورة بشبه جزيرة القرم. خليكم معنا عشان تشوفوا الفيديو. شبه جزيرة القرم تقع جنوب أوكرانيا، وبحدها من الجنوب البحر الأسود، تصلها بأوكرانيا معبر بسيط، والآن في جسر يصلها بروسيا الاتحادية. عاصمة هذه شبه الجزيرة اللي هي مدينة سيمفروبل، مدينة صغيرة جدا ولكن جميلة جدا. عدد سكان الشبه جزيرة حوالي 2.5 مليون نسمة. فوق أحد الأنهار الموجودة في مدينة سيمفروبل اللي اسمه سالجير، يعتبر هذا النهر من النهر الوحيد اللي موجود في المدينة، ولكن مع أنه صغير لكن يشكل أهمية لأنه بيخترق المدينة بالنص، يعتبر من أجمل الأماكن الناس بتحاول أنها تمشي عليها. جنب النهر هون زي ما انتم شايفين على اليمين وعلى الشمال الناس بتروح وبتيجي، الحبيبة، العشاق، الطلاب، الناس رايحين على الشغل راجعين من الشغل. مكان جميل جدا. وراي هون خلف شايفينه البيشني اجون او الشعلة اللي فيه لا تنطفئ، وضريح الجندي المجهول. منظر جميل. خليكم معنا. اسم شبه جزيرة القرم بالتتارية كرمي يرديماديز، أو بالروسية كريمسكي بولو أوستروف، أو بالأوكرانية كريمسكي بريستروف، وسابقا كانت تسمى تفريدا. تقع زي ما حكينا شمال البحر الأسود ويحدها من الشرق بحر أزوف. مساحتها حوالي 26-27 ألف كيلومتر مربع، وأهم مدنها هي العاصمة سيمفروبل اللي كان اسمها في الماضي مسجد، أي المسجد الأبيض بلغة تتار القرم، قبل أن يستولي عليها الروس في سنة 1783. طبعا لها أهمية قصوى خاصة في القرن الحالي لاحتوائها على القاعدة البحرية التي تعد الوحيدة من نوعها للأسطول البحري الروسي في المياه الدافئة، وهي مقر أسطول البحر الأسطول الروسي في البحر الأسود. اسم المدينة سيفاستوبل. تشهد هذه المنطقة أزمة سياسية منذ أوائل سنة 2014 عندما دخل الروس للمنطقة. حنحكي عن هذا الموضوع. قبلها بدنا نحكي عن شوي عن التاريخ. أول ما ناس سكنوها هم الإغريق، بعدين الرومان، بعدين في القرن العاشر جاء فلاديمير الأول، رئيس أو البرنس تبع الكيفسكا روس، وقال إنه هذه القرم تتبع لنا، لكن ما عمره صراحة دخلها. وفي بهذا الوقت إجوا التتار في الجولدن هورد اللي يعتبر بالعصر الذهبي لهم، ودخلوا المنطقة في القرن الرابع عشر. طبعا أسلموا التتار وصار عندهم خانز أو الحاكم خانات، وبعد هيك أخذوا منطقة بخش السراي اللي اعتبروها العاصمة لهم. وسنة 1475 اعتبروا نفسهم جزء من الإمبراطورية العثمانية، وصاروا تابعين للإمبراطورية العثمانية إلى أن جاء القيصر بيتر الأول وبدأ الحرب مع العثمانيين على هذه المنطقة وعلى مناطق ثانية طبعا، وفاز في بعضها، وبعدين صار في تريتي أو معاهدة بينهم. وفي النهاية في 1783، هذا التاريخ مهم، استحوذت الإمبراطورة كاثرينا الثانية على شبه الجزيرة ودخلت داخل الإمبراطورية الروسية. صار في المنطقة تم تهجيرهم مرتين، مرة في بعد الحرب القرم في 1853، ومرة ثانية بعد الحرب العالمية الثانية.
طبعا المنطقة جميلة جدا جدا جدا، عشان هيك حبوها كل الناس، مش بس الملكة أو الإليزابيث كاثرينا افترايا، لكن أهلها سكانها الأصليين اللي هم التتار اللي هم مش المغول. ناس كتير بتفرقش بينهم، يعني ناس رائعين جيدين قلبهم طيب. طبعا في مدينة تانية مهمة جدا اسمها يالطا. هاي المدينة مدينة ساحلية جميلة، كان كتير ناس يصيفوا فيها من الرؤساء الروس، وعقد فيها مؤتمر يالطا اللي هو مشهور بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بين الحلفاء اللي هم ستالين وروزفلت وتشرشل في هذه المدينة. في سيفاستوبل، هاي المدينة اللي فيها الأسطول الروسي، وهذه اللي أصبحت محل النزاع بين روسيا وأوكرانيا. الروس بيشكلوا حوالي 60% من عدد السكان، الأوكران حوالي 24%، والتتار حوالي 13-14% من سكان شبه الجزيرة. طبعا اهتموا كتير في المنطقة كمنطقة سياحية، لأنه اكتشفوا أنه فيها الهواء المحلي والبحيرات والأطيان العلاجية، كلها ممكن تؤدي لعلاج الصحة. وكتير اجوا من العمال الاتحاد السوفيتي كانوا يزوروا القرم عشان يتعالجوا. أرتيك هو أحد أهم أشهر الأماكن أو المخيمات الشبابية اللي كانوا يجوا عليها الشباب في أيام الاتحاد. طبعا المشكلة اللي صارت الآن إنه شبه جزيرة القرم بعد بداية الاتحاد السوفيتي أصبحت جمهورية مستقلة ذاتية داخل روسيا الاتحاد السوفيتي السابق، لكن بعد الحرب العالمية تم نقلها إلى أوكرانيا. ما كان في مشكلة بهذاك الوقت لأنه كله بغض النظر تحت الاتحاد السوفيتي، لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي وعيد تأسيس جمهورية أوكرانيا كدولة مستقلة في 1991، دخلت شبه الجزيرة لتصبح جزء من أوكرانيا وتصبح جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي. لكن احتفظوا بمدينة سيفاستوبل داخل أوكرانيا لتكون جزء للأسطول الروسي والأوكراني مع بعض، وجاءت معاهدة في 1997 تضمن وجود الأسطول البحري الروسي داخل مياهها. وهنا صارت المشكلة إنه معظم السكان بيتكلموا باللغة الروسية، فصارت في نزعات طائفية على اللغة، وصارت زي انتفاضة داخلية من الروس ضد اللغة الأوكرانية، ومدت هذه إلى أكثر من المدن، وأدت طبعا إلى استئجار روسيا، ودخلت روسيا دخول يقال أنه سلمي. طبعا ما بعرف أنا كيف هذا، لأنه لم تطلق فيه أي رصاصة. ومن في 2014 وعملوا استفتاء، وهذا الاستفتاء أدى إلى انفصال روسيا عن انفصال شبه الجزيرة عن أوكرانيا ودخولها في الاتحاد الروسي. طبعا في كتير دول لحد الآن عاملة مقاطعة لهاي شبه الجزيرة ولأهلها. السلام، وأهلا وسهلا فيكم. إحنا الآن في جزيرة القرم، هذا المكان اللي بتشوفوا فيه. إحنا هلا في اليونيفرسيتيت اللي موجود غاد، اسمه كرينشتي فيدرال يونيفرسيتيت. هذا أحد أكبر، أو هو الجامعة الوحيدة الكبيرة في هذه المدينة. حد برجيكم جوا شو فيها.